نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. متابعات على خطوط عدة في الجنوب حدودا، حيث الجيش واليونيفيل يتقصيان الرواية الإسرائيلية عن أنفاق حزب الله. وفي الجهلية، حيث يمسك الجيش اللبناني بمفاصل ما حصل قبل أسبوع، فيما كتلة الوفاء للمقاومة ترى أنه يسجل لحزب الله مناقبيته الوطنية وتعاليه عن الصغائر ودفعه في ذلك الأمر إلى معالجته قبل أن يمتد لهيب الفتنة. وفي بيت الوسط على خط السعي لتأليف الحكومة، التقى الرئيس المكلف سعد الحريري منذ بعض الوقت الوزير جبران باسيل. والخط الأوسع والأهم برز صباحا في القصر الجمهوري، حيث لاحق الرئيس عون الأوضاع المالية مع حاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامي. وإلى رياض سلامي في القصر الجمهوري، كان وفد من اللقاء الديمقراطي في بعبدة قبل الظهر يستعجل ولادة الحكومة على غرار موقف لكتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية عصرا. وفيما أكد سلامي استقرار الوضع المالي، نقل حمادي عن رئيس الجمهورية حرصه على سيادة القانون والشرعية في كل لبنان وليس فقط في الجبل. خارجيا، في السويد وقع فريقا الأزمة اليمنية اتفاق تبادل الأسرى. تفاصيل النشرة نبدأها من القصر الجمهوري في بعبدة ولقاءات الرئيس عون، والأبرز مع سلامة ومع وفد اللقاء الديمقراطي. تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من كتلة نواب اللقاء الديمقراطي رؤية اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي من الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتدابير التي يمكن اعتمادها وفقا لوجهة نظر الحزب واللقاء لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي. كما عرض الوفد للأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الجبل، ونقل عضو الوفد الوزير مروان حميد عن الرئيس عون حرصه على أن يسود القانون والشرعية في كل أنحاء البلاد وليس في الجبل فقط. الحمد لله أنه الحركة اللي قام فيها الجيش اللبناني ليلة العرادات العسكرية ضبط الوضع، وبتصور أنه حرص الرئيس يرتقي مع حرص وليد بيك جنبلاط بموضوع الإبقاء على سلطة الشرعية المطلقة في جبل لبنان، طبعا في كل لبنان. نحن بالنسبة لنا قلبنا هذه الصفحة، وبتصور أنه الأستاذ وليد جنبلاط مش بس بالتويتات حتى بالتصريحات، وقال انه سيشرح ذلك قريبا في برنامج مطول على التلفزيون. بتصور انه نحن ما منعتبر انه بعد في اشكال بالجبل، في مشكلة بين القضاء وشخص معين، هيدا القضاء بيهتم فيه والشخص المعين. الوزير أحمد أكد أن الكل يلتقي على الحث على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وعن ما يحكى عن حكومة 32 وزيرا كمخرج للأزمة الحكومية. ما بقدر أعطي رأي، يعني لو وليد بيك قدامكم يمكن بيقول بيعطي الرأي. نحن ما عرض علينا بالتفصيل كيف بيصير تشكيل الحكومة، نحن بعدنا على موقفنا حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، وبالتالي يعني نصيحتنا للجميع بدءا من طبعا فخامة الرئيس للرئيس المكلف كز، انه خدونا بحلمكم وايدنا بزناركم، الشعب اللبناني كله بده هيك. الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الأوضاع النقدية في البلاد والإجراءات التي تتخذ لمعالجة الحاجات المالية. وأوضح الحاكم سلامي أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المال، حيث تم الاتفاق على كيفية تأمين التمويل للعام 2019 سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، وهذا مبني على الإمكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما بالودائع التي تملكها المصارف والموجودة لدى مصرف لبنان الذي سيسمح للمصارف بالتصرف بها بهدف الاستثمار. وأكد الحاكم سلامة على الاستقرار المالي السائد في البلاد. وفي القصر الجمهوري، المجلس الجديد لنقابة الصيادلة في لبنان الذي أشاد بالمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية، لا سيما سعيه لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد. الرئيس عون أبلغ الوفد أنه في صدد عقد سلسلة مؤتمرات تتناول القطاعات كافة لوضع برامج واضحة للعمل طرحت كل النقاط التي شكلت عقبات في طريق تحديث القوانين والأنظمة المرعية، لافتا لأنه فيما خص قطاع الصيادلة لابد من تكامل بين المستهلك والمستورد وصاحب الصيدلية.
رئيس فؤاد السنيورة ممثلا الرئيس سعد الحريري في افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب أكد على القراءة في كتاب الدولة مشددا على هوية بيروت العربية. ممثلا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن صوت الكتاب في بيروت سيعلو على كل الضجيج القائم. كلام الرئيس السنيورة جاء خلال افتتاحه معرض بيروت العربي والدولي للكتاب في دورته 62 في سيسايد. نحن مع بيروت نقرأ في كتاب الدولة والدستور الذي انبثق عن اتفاق الطائف وفي كتاب المؤسسات الشرعية، ولن نقرأ مهما كانت الظروف في الكتب التي تستقوي على الدولة والشرعية والمؤسسات. إن محاولات استدعاء الفوضى والفلتان والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء لن تحصل مهما تعدلت وجوه الخروج على القانون والنظام، ولن يكون في مقدور بعض الظواهر الشاذة أن تلغي دور الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية للدولة اللبنانية. إن رهان دولة الرئيس سعد الحريري لن يتوقف عن السعي الحثيث من أجل إيجاد الحلول والتوصل إلى حكومة يتحقق من خلالها التوازن الوطني، لينطلق لبنان في ورشة الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي. رئيسة نقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين سميرة عاصي قالت في المناسبة: وبيروت التي كانت وما تزال أم العواصم بقدرتها على التطور والتكيف مع التغيرات العربية والدولية هي فسحة للتنوع الفكري والحضاري ومجتمع منفتح ومفتوح على مصراعيه أمام الأفكار والرؤى. وكانت كلمة الافتتاح لرئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم: إن النادي الثقافي العربي ومن خلال هذه التظاهرة الثقافية الرائدة يضع دائما نصب عينيه العمل الدؤوب الآيل إلى خدمة الثقافة العربية والمثقف العربي ومواكبة تطور العلوم والوسائط التكنولوجية في العالم ودعم الكاتب العربي. النائب جورج عدوان رأى أن الاتفاق الذي حصل بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان هو شراء للوقت بكلفة عالية، وعلق على حوادث الجاهلية مؤكدا أن لجنة الإدارة والعدل ستمارس عملها الرقابي لمعرفة ما الذي حصل من الناحية القانونية، داعيا إلى الاستمرار في التحقيق. عملا بمسؤوليتنا كنواب الرقابية كنت عم بتواصل مع وزير العدل، واليوم كان من المفروض انه ندعي لاجتماع قريب جدا مع وزير العدل بلجنة الإدارة والعدل لنعرف منه ماذا حصل تماما، واذا في ضرورة لكمان ندعي وزير الداخلية. انما حضرتكم بتعرفوا انه صار في طلب تنحي لمدعي عام التمييز، وبالتالي الأمور متوقفة لحين البت بأمر التنحي من قبل رئيس جوزيف سماحة، وبالتالي الأمور واقفة. من هيك مدعينا أول ما يتاخد قرار التنحي نحن رح نكفي نعمل جلسة مع وزير العدل مع مدعي عام التمييز ومع من يجب بوزارة العدل لحتى هالأمور يطلع فيها أمر واضح لكل اللبنانيين حول كل ما جرى. وهم ندعي نحن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها أن يستمر التحقيق كمان بالحادثة يلي ذهب ضحيتها الشاب محمد أبو دياب، لأنه حقه علينا أن نعرف شو صار وقصة الوضع المالي الاقتصادي. نحن عم ندفع بس لنعرف، نحن عم ندفع كتير غالي كلفة الوقت. يعني الاتفاق يلي صار بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان هو لشراء وقت قصير بكلفة عالية جداً. أعلن وزير المالية علي حسن خليل أن كل مستحقات المتقاعدين
ستدفع بدءا من الاثنين وفقا لترتيب صدور القرارات عن لجنة التقاعد، وذلك بعد صدور ونشر مرسوم فتح اعتماد إضافي لتغطية تعويضات نهاية الخدمة. في الجنوب، أعمال الحفر قبالة كفركلة ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، ومزيد من الادعاءات الإسرائيلية، ونتنياهو لفت إلى أن هناك احتمال منطقي للتحرك داخل لبنان. وفي إطار التهويلات، الإسرائيليون بثوا في اتجاه هواتف أهالي كفركلة: ابتعدوا عن حزب الله. لليوم الثالث على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال الحفر وجرف التربة بمحاذاة الحدود الفاصلة مع لبنان قبالة بلدة كفركلة قضاء مرجعيون للكشف عن أنفاق لحزب الله بحسب ادعاءاته. وقد شهد عدد من الجنود والآليات العسكرية في محيط الأشغال، حيث كان من المقرر أن تصل لجنة من اليونيفيل من الجانب اللبناني عبر معبر النقورة إلى مكان الأشغال للاطلاع عن كثب حول الحفريات الجارية. وفي الوقت عينه، شهدت جرافة كبيرة تعمل على رفع ساتر ترابي وتحصين نقطة مراقبة سابقة تشرف على طريق عام كفركلة العديسي. من جهة ثانية، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في خي أدرعي رسالة إلى الرئيس سعد الحريري باللهجة اللبنانية العامية عبر تويتر، وقال: أنت قلت هيدي الأشياء عن القرار 1701 من زمان، ونحن بدنا نصدقك عن جد، بس المشكلة هي أنه حزب الله بعده بيكذب عليك وعلى اللبنانيين. وأضاف: فوق الأرض يكذبون وتحت الأرض يكذبون. كما نشر فيديو على حسابه عبر تويتر تظهر فيه مواقع لحزب الله في كفركلة بحسب زعمه، وعلق على الفيديو قائلا: يا سكان لبنان، هذه هي الحقيقة، واحد من كل 3 بيوت في الجنوب هو موقع لحزب الله. هذا ما يحدث في كفركلة وفي معظم القرى الشيعية في جنوب لبنان. هكذا حول حزب الله الجنوب اللبناني إلى معقل إرهابي تحت مسامع الحكومة اللبنانية. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت إثقال الناس بأعباء ضريبية إضافية، كما دعت الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤولياتها حيال حاجات الناس. الكتلة استعجلت تأليف الحكومة العتيدة، خصوصا أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح والواقعية، ولم ترد في البيان مسألة الحدود الجنوبية بالتحديد. أولا، تجدد الكتلة تأكيدها على أن مصلحة البلاد تقتضي انفتاحا وواقعية لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن يتمثل فيها كل من له حق في التمثيل، ويتحمل فيها جميع المشاركين مسؤولياتهم الوطنية في إدارة شؤون البلاد والمواطنين، بما يحقق النهوض المتوازن والقدرة على احتواء المشاكل ومعالجتها. ثانيا، تعتبر الكتلة أن الخلل الذي يظهر في أداء السلطة بين الحين والآخر مرده الحقيقي إلى غياب القرار السياسي المتوازن بسبب عدم وجود حكومة، وهو أمر قد يعوق إنتاجية المؤسسات الدستورية الأخرى. ولذلك ترى كتلة الوفاء للمقاومة أن من مصلحة كل القوى السياسية تشكيل الحكومة دون أي إبطاء. محرر الصحافة يختارون اليوم مجلسا جديدا للنقابة، وعملية الاقتراع تميزت بكثافة التصويت في منافسة حادة إنما في مسار حضري. نال شهوان واكبت الانتخاب. منذ ساعات صباح الخميس الأولى تصويت كثيف في انتخابات نقابة المحررين، وقد توزع المرشحون على لائحتين. الأولى لائحة القرار الحر، وتضم ليسعون، أندري أساس، منير نجار، حبيب شلوق، داود رمال، تمام حمدان، ريما صيرفي، يوسف الدياب، فيرا جولهجيان، رمزي مشرفي، ونجم الهاشم. والثانية لائحة الوحدة النقابية، وتضم جوزيف القصيفي، جورج بكسيني، علي يوسف، جورج شهين، واصف عوادة، سكارلت حداد، مي شهاب، نافس قواس، خليل فليحان، صلاح تقي الدين، يمنى شكر غريب، وأحمد درويش. وهناك مرشحان منفردان: مي أبي عائل وأنطوان شديع. النائب محمد نصر الله الذي أدلى بصوته أكد أن هذه المؤسسة التي نشارك في انتخاباتها هي مؤسسة من مؤسسات صناعة الرأي العام على مستوى الوطن. احنا لازم نشارك بهاي الخيارات الديمقراطية داخل هالمؤسسات العامة
لاسيما مؤسسة من مؤسسات صناعة الرأي العام. الكلمات أكدت وجوب إقامة صندوق تعاضد وانضمام كل من يعمل في الإعلام إلى النقابة. إنه نحن لائحة القرار الحر اللي بتضم 11 عضو مستقل، من هلأ بطمن الكل إنه نحن فايزين. نحن فايزين، هي الصناديق الاختراع اللي بتقرر، بس نحن فايزين لأن كل العالم عم تتبنى طروحات اللي نحن طرحناها. فإنها المرة الأولى التي يشهد فيها الصحفيون والإعلاميون انتخابات ديمقراطية يجري فيها التنافس الحاد ولكن بروح رياضية منذ العام 1968. في تنافس شريف جدا لحد هلأ الحمد لله. أنا بلجنة الإشراف لم تحصل أي خطأ، في تنافس شريف، وبعتقد أنه سينتج عن هذه الانتخابات مجلس نقابي جدير بأنه يمثل المحررين. الأحزاب على القليلة اللي بدها ترشحهم ترشحهم يكونوا مزبوط نقابيين وبيشتغلوا للنقابة. المفارقة هي مثل الانتخابات، يعني في ليستات فيها لايحتين واثنين منفردين، في لايحتين فيها من جميع الأحزاب ومن جميع الفئات ومثل ما بنقول بلبنان من جميع المذاهب والطوائف. يلي بده يطلع يكون يشتغل إيد بإيد مع الكل، لحتى هل نقابة بحاجة، الصحفيين اليوم بحاجة لمساعدة نقابة قوية. ومن الآن أقول أن نتائج الصناديق حكما ستختلف عما كانت عليه في السابق. وشدد الأعضاء على أن تصبح النقابة فاعلة. التشطيب سيد الموقف في انتخابات نقابة المحررين التي شهدت إقبالا كثيفا منذ لحظة فتح صناديق الاقتراع، وتأكيد من قبل القائمين على ضرورة تعديل بعض القوانين لينضم أكبر عدد ممكن من الصحفيين إلى نقابة المحررين. اسكندر نهرة، نايلة شهوان، تلفزيون لبنان. إضاءة شجرة الميلاد في بعبدة وتمنيات الرئيس عون للبنانيين بتحسن الظروف وبتعميم الفرح. في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى نادية الشامي عون والعاملين في رئاسة الجمهورية، احتفال مع تراتيل ميلادية لجوقة جامعة الويزي بقيادة الأب خليل رحمي وأداء داليا فريفر، تمت إضاءة شجرة الميلاد في القصر الجمهوري. الرئيس العماد عون تمنى أن تتحسن الظروف وأن يعم الفرح. وفي القلوب المسرة، هيك الملك بشر البشرية بولادة يسوع المسيح. ما لازم ننسى هالطفل هو المخلص أيضا. في اكتملت العائلة المقدسة، في اجت بشارة السلام للبشر، وهو عيد العيلة، عيد الفرح للولاد وللكل. ونتأمل إن شاء الله السنة ينعاد عليكم هالعيد، فيرجع الفرح لقلوب الناس بالرغم من أنه نحن عم نمر بظروف صعبة، ولكن الظروف الصعبة بتخلينا نقدر أكثر أيام الفرح. وبهالعيد لازم نفرح سوا. كل سنة أنتوا بخير. We'll be right back.
أهلا بكم. شهدت مدينة تشابهار في جنوب شرق إيران هجوما انتحاريا تبعه محاولة مسلحين دخول مركز للشرطة. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الهجوم أسفر عن عدد من القتلى والجرحى وأن قوات الأمن قضت على المجموعة المهاجمة. وتبنت جماعة أنصار الفرقان الهجوم وهي جماعة هدفها تغيير السلطة في طهران وإقامة خلافة إسلامية. الفريقان المتحاربان في اليمن باشرا محادثات السلام في السويد برعاية الأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ 2016. المبعوث الخاص مارتن جريفيث أعلن أن الفريقين اتفقا على تبادل الأسرى، ما يعني لم شمل آلاف الأسر. قبل 4 أيام من إطلاق القمة الخليجية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الأحد في الرياض، أعلن وزير خارجية البحرين خالد الخليفة أن الأزمة مع قطر بلغت نقطة بعيدة جدا لم نرها من قبل، بعدما التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران وسياستها العدائية واضحة ضد دول المجلس، وأقرب مثال ما تمارسه من عداء سافر ضد السعودية. أعربت الرئاسة الفرنسية عن خشيتها من حصول أعمال عنف واسعة في خلال التظاهرات المقررة السبت المقبل. معلوم أن الإليزي كان قد أعلن إلغاء الضريبة على الوقود أو سحبها من ميزانية سنة 2019. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أحييكم من جديد. التطورات السياسية في المنطقة والوضع الفلسطيني عرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كتلة التغيير والإصلاح لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة محمود الزهار على رأس وفد من الكتلة الذي قدم للرئيس بري درع المسجد الأقصى. الزهار أكد أن هذه الزيارة هي في إطار الجولة البرلمانية الفلسطينية التي يقوم بها وفد حركة حماس للتأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للاحتلال وللتنسيق والتعاون ما بين الحركة والدول العربية. أكدنا على مبادئنا وحدة الشارع الفلسطيني وتطبيق ما يمكن تطبيقه من برامج المصالحة والتعاون فيما بيننا ومع الدول العربية، وتثمين دور المقاومة والانتصار الذي جرى في غزة في الفترة الأخيرة. واستمعنا إلى صورة عامة وشاملة من الرئيس بري عن الأوضاع في لبنان وفي الدول العربية، وأكدنا على الموقف الفلسطيني الرافض للاحتلال وللعدوان الإسرائيلي على أي من الدول العربية وبخاصة لبنان. الرئيس سعد الحريري التقى الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الدكتور محمود زهار، وقد وضعه الوفد بصورة ما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة إلى مسار المصالحة الفلسطينية والذي انطلق من مصر. الرئيس الحريري من جهته شدد على وجوب تحقيق المصالحة الناجزة، مؤكدا الوقوف بقوة إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. الرئيس الحريري اطلع من النائبين أنطوان حبشي وبكر الحجيري على حاجات منطقة مناطق بعلبك الهرمل وأهالي المنطقة والتعويضات جراء أضرار السيول. مراقبو وزارة الاقتصاد صادروا مولدا في منطقة مارون مسك الشياح وخوري يغرد. ملف مولدات الكهرباء تابع. فقد صادر مراقبو وزارة الاقتصاد مولدا تابعا لباسم فرحات الصالح في منطقة مارون مسك الشياح بمواكبة عناصر من مديرية أمن الدولة، وذلك لعدم التزامه المهلة القانونية وتشغيله من قبل البلدية وبتصرفها إلى حين التزام فرحات بالمقررات والتعميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، كما تم التأكد من الالتزام بالقرارات في منطقة الضاحية الجنوبية وحارة حريك. وأكدت مديرية حماية المستهلك أن المراقبين يجولون على كل الأراضي اللبنانية بصورة يومية لمراقبة عمل المولدات الكهربائية. البلدية هي رح تشغله للمولد لحين هو يكون خلص تركيب عدادات لجميع المستهلكين، هو تخطى المهنة. اللي هو ما بده عدد نحن اكيد ما بنلزمه، بصير في علاقه تعاقديه وبيمضوا وراء انه هن متنازلين عن رغبتهم بتركيب عدد، اكيد نحن ما فينا نلزمهم، بس اللي عنده رغبه بتركيب عدد وبعد لهلا ما خلص له مفروض انه يخلص له بهيدي المهله. وزير الاقتصاد في حكومه تصريف الاعمال رائد خوري عقب على العمليه بتغريده على تويتر قال فيها للمواطن الصديق الذي تحدى الدولة أن تصادر مولدا في الضاحية ليعمل تاتو جبران باسيل على صدره، بأكد له اليوم أنه صار في يعمل تاتو جبران باسيل لأنه تم مصادرة مولد مخالف
في منطقة الشياح. المجلس النيابي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أطلق تقريرين حول ما أنجزه من تشريعات تصب في إطار حقوق الإنسان. نوال الأشهر. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أطلق مجلس النواب تقريرين حول النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب لعامي 2016-2017 في سبيل متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. النائبة ديما جمالي مثلت رئيس مجلس النواب نبيه بري ولفتت إلى أن قرار الرئيس بري إنشاء هيئة برلمانية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خطوة من شأنها الوفاء بالتزامات لبنان الدولية، وتطرقت إلى مهام الهيئة في رصد الإنجازات وتحديد الثغرات ونشرها والعمل على معالجتها من خلال تحديد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس النواب ومن خلال تقديم اقتراحات. رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشيل موسى استعرض العمل التشريعي بإقرار سلسلة اقتراحات قوانين تصب في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولفت إلى أن المجلس خطأ خطوة هامة في إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات ومعاقبة التعذيب. وأضاف موسى على رغم عبء النزوح السوري والأزمات السياسية هناك تصميم لدى الجميع على التمسك بمعايير حقوق الإنسان. وفي ساحة النجم اللجان النيابية المشتركة أقرت بعض مواد قانون التجارة البرية. دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت لبنان باتجاه الداخل السوري. الدفعة العاشرة من النازحين السوريين والتي تتألف من حوالي 600 نازح سوري سلكت طريق عودتها إلى الداخل السوري. من عكار، طرابلس، شبعة، صيدا وبرج حمود انطلقوا في رحلتهم إلى وطنهم بدفعة تعتبر الأكبر من ضمن ما يسمى بالعودة الطوعية التي نظمتها المديرية العامة للأمن العام، حيث تولت عشرات الحافلات التابعة لوزارة النقل السورية وبإشراف مباشر من عناصر الأمن إلى سوريا. وكل ذلك يتم بتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أعطى توجيهاته للمديرية وعناصرها لتأمين العودة لكل من يرغب إلى وطنه دون أي إكراه. وعلى خط عودة النازحين السوريين لقاء للسفير السوري علي عبد الكريم علي مع اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر، أكد بعده أن الأمان في لبنان بالنسبة للنازح السوري ليس فقط أمان من هجوم الإرهابيين بل أمان بإمكانية وجود الحياة الكريمة، مشددا على أن سوريا اليوم هي بلد جاذب وآمن ومطمئن لأبنائه حتى لو كانت بعض المناطق أصابها دمار كبير. وأكد عبد الكريم على أن العودة المتزايدة مرشحة لأن تكون كبيرة جدا، والتعاون مع الدولة اللبنانية تفرض مصلحة الدولتين للتكامل، لأن الإرهاب الذي ضرب سوريا هو ذاته الذي ضرب لبنان، لافتا إلى أن العدو الإسرائيلي لا يزال يتربص بأمن البلدين. اليوم سوريا تحتاج عودة أبنائها، وسوريا اليوم فيها أمان أكثر بكثير من أماكن اللجوء التي هم فيها، أمان وجود إمكانية الحياة الكريمة. سوريا لا تعقد بل تيسر وتسهل. أخبار محلية في التقرير الآتي. أكد الدكتور مصطفى علوش أنه لا يملك أي معلومة بخصوص معرفة رئيس الجمهورية بعملية الجاهلية، وقد استند في كلامه إلى اجتهاد شخصي وتحليل منطقي بأن أي عملية ذات طابع دقيق يفترض أن تكون بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أكد على أن القضية هي قضية دولة بكل مكوناتها ضد الخارجين عن القانون، ولا يمكن للدولة أن تقف موقف الحياد عندما تقوم القوى الأمنية بواجباتها. التقت اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون في قصر بعبدة رئيسة لجنة مهرجانات دبي الدولية كورين الأشقر على رأس وفد. السيدة عون نوهت بمستوى مهرجانات دبي بدورها أثنت السيدة الأشقر على الدور الذي تلعبه اللبنانية الأولى في تعزيز دور المرأة اللبنانية. رأى النائب فيصل كرامي أن طرابلس التاريخ والعراق والثقافة تحلم بالنهوض نحو مستقبل اقتصادي واجتماعي ونحو دور محوري ليس في لبنان فحسب بل على صعيد المنطقة ككل. ولفت خلال استقباله السفير الصيني عدم قدرة طرابلس على الانتظار طويلا لإعادة إعمار سوريا وحلب كما وعدونا، لذا من الأجدى والأنفع أن نبدأ بإعمار مناطقنا وتنميتها بمساعدة الأصدقاء وعلى رأسهم العملاق الصيني. عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون الأوضاع العامة مع مفتي حصبية ومرجع
عيون الشيخ حسن مدلي وتناول البحث شؤونا مختلفة. اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله خلال استقباله قائد القطاع الغربي في اليونيفيل أن تصريحات العدو الإسرائيلي حول ما يقوم به قبالة بلدة كفر كلا يجعلنا ننظر بعين القلق، والأيام القادمة سوف تكشف النوايا الحقيقية لهذا العدو. عرض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك شعر الأوضاع العامة في البلاد مع السفير البريطاني هيغو تشورتر في دارته في طرابلس. انطلقت الدفعة العاشرة من العائدين السوريين من داخل حرم معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس باتجاه معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا، وهي الأكبر ضمن العودة الطوعية التي نظمتها المديرية العامة للأمن العام للنازحين السوريين. رئيس شعبة معلومات الأمن العام في الشمال العقيد خطار نصر الدين أشرف على إجراءات عناصر الأمن العام المتخذة في طرابلس، وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن العام تحرص على تأمين العودة الآمنة للسوريين العائدين طوعا إلى بلادهم، مع التجديد على كلمة طوعا، وأن الجميع يلحظ العدد المتزايد عند كل دفعة جديدة، وكل ذلك يتم بتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كرس المديرية وعناصرها لتأمين العودة لكل من يرغب إلى وطنه دون أي إكراه وتسهيل، وهذا العمل يتم بشكل يتلائم مع مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واللجنة الروتارية للمياه في تدشين نظام تنقية المياه في سجن بعبدة في التقرير الآتي. في خطوة تعتبر انطلاقة لمشروع أشمل يطال السجون اللبنانية كافة، دشنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروتارية للمياه في لبنان نظام تنقية المياه وترميم سجن بعبدة للنساء ضمن مشروع مشترك بين الهيئة والروتاري بحضور ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي قائد منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمر على رأس وفد وعدد من الشخصيات. رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكوز أكدت أن كل إنسان مهما أخطأ في خياراته وأصبح سجين القضبان له الحق بأن يعيش بكرامة وفي بيئة تحترم فيها أبسط حقوق الإنسان. من هنا تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إضافة لعملها لإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء من خلال تعديل القوانين المشحفة بحقهم إلى مساعدة وتمكين كل النساء وخصوصا المهمشات منهن بهدف إدماجهن بكرامة في المجتمع والمساهمة في تحسين ظروف حياتهن قدر الإمكان من خلال المشاريع تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وكانت كلمة للعقيد الأسمر مؤكدا فيها السعي إلى تحسين وضعية السجون عموما وفي الأخص سجن بعبدة للنساء، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو أن ينخفض معدل الجريمة. وأعلن رئيس لجنة المياه في المنطقة الروتارية 2452 جميل معوض تنفيذ هذا المشروع في كل سجون لبنان للنساء والرجال. ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 75 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 85398 بعدما أعيد السحب. مبروك للرابحين. مبروك للرابحين وشكرا لحسن المتابعة. نترككم أنا وأريج وإلى اللقاء.